فور في اللغة الإنجليزية. تو حرف الجر بمعنى لي، لأجل، إلى، نحو. تستخدم قبل الفعل تعبر عن السبب أو الدافع لحدوث الفعل. I came here to talk to you. أتيت إلى هنا كي أتحدث إليك. تستخدم قبل الاسم لتعبر عن المقارنة أو الوصول إلى مكان ما. I prefer apples to oranges. أفضل التفاح على البرتقال. فارس will travel to London next week. فارس سيسافر إلى لندن الأسبوع القادم. تستخدم للتعبير عن النقل أو الحركة مع وجود الأفعال give, send, sell. I will give the book to أحمد. سأعطي الكتاب لأحمد. فور حرف جر بمعنى لي، لأجل، إلى، نحو. وتستخدم للتعبير عن الفترة الزمنية. I lived in Spain for a few years. عشت في إسبانيا لمدة سنتين. I'm going to Jordan for one week. سأذهب إلى الأردن لأسبوع واحد. فور تستخدم للتعبير عن الفائدة أو الضرر. Drinking water is good for you. شرب الماء جيد لك. فور تستخدم للتعبير عن الجدول أو المواعيد. I have made an appointment for 4 May. قمت بحجز موعد في الرابع من ماي. فور تستخدم قبل الاسم للتعبير عن السبب. I went to the shop for milk. ذهبت إلى المحل من أجل الحليب. فور تستخدم للتعبير عن مساعدة الآخرين. Can I carry that for you? هل أحمل لك هذه؟